المختبرات الأهلية هي اللي تسوي مشاكل دائماً. رقابة ماكو على المختبرات الأهلية، يصير تلاعب بنتائج دائماً، بالتالي إنه هاي حياة مواطن، فالمسؤول الأول والأخير عن هذا الموضوع هم الأطباء. يعني لما يكون أكو تعاون بين الأطباء والمختبرات الأهلية والصيدليات ما يكون أكو مشاكل بهاي الأمور. طبعاً اليوم ما هو شائع يعني كثرة المختبرات الطبية اللي موجودة، طبعاً هذا سبب كثرة الطلاب الخريجين، يعني ذا أساس المشكلة. كثرة هاي المختبرات يعني سببت إرباك للمواطن. هنا كثرتها ما كان على أساس جودتها أو على أساس كفاءة المختبر أو شروط توضحها وزارة الصحة صارمة، هسه قد تكون شروط موجودة لكن في بعض الأحيان ما مطبقة على بعض المختبرات، لذلك أكو مواطنين دي يعانون من هذا الموضوع، يروح للمختبر ممكن يلقى نتائج مختلفة عن ما هو حالته، وقد يكون كنا عوائلنا مرينا بيها، أو في بعض الأحيان طبيب لكثرة المختبرات يلجؤون للأطباء أنه إحنا ممكن نقدم لك هيجي سفرة في قبال أنه أنت تحول علينا هلقد وصفات، احنا ممكن نسوي لك هيك هديه او نسوي لك هيك خصم على ادويه اذا جبت مراجعينك علينا. هاي مشكله يعاني منها المواطن باعتبار انه اغلب الصيدليات اللي قريبه على اماكن الاطباء هي تكون غاليه وباهظه الثمن، تبيع الاسعار او حتى تحليلاتها غاليه. اليوم المواطن او المريض من يروح لصيدليه ثانيه قريبه عن منطقته او يروح على مدخل يبيع بالجمله حتى يشتري، صعوبه على ابو المدخل او الصيدليه يقرا هذا الخط باعتبار انه اكو اتفاق بين الطبيب وبين الصيدلي، هذا سبب مشكلة. يعني هذا اليوم هنا اجى دور وزارة الصحة، واعتقد اني قبل فترة في محافظة البصرة نزل اعمام انه من دائرة صحة البصرة انه الطبيب شرط يكتب طباعة وورد، يعني يكتب راتشيته اللي يكتب الوصفة طباعة وورد حتى كل الصيدليات تقدر تقراها، والصيدليات تبيع بسعر ربح تحددت الدولة وفق ما هي تبيع لهم الأدوية أو الشركات اللي معتمدة تبيع الأدوية داخل المحافظة. فنتمنى اليوم بغداد يصير هيجي موضوع، وحتى بمحافظاتنا البقية خاصة المحافظات الجنوبية اللي هي تتميز أنه أغلب سكانها هم ما يستطيعون، شوفوا إحنا يجون البغداد ويتحمل عناء السفر بغداد ويلقى هاي الظاهرة موجودة، فقامت تسبب المشكلة وإرباك. يعني طبعا الموضوع جدا مهم وما مركز عليه الضوء من قبل، هذه يعني فرصة جيدة نتكلم على موضوع الابتزاز اللي يقوم بها بعض المحسوبين على المؤسسة الطبية من ضمنهم المختبرات. طبعا في حادثة صارت معي شخصيا انه ذهبنا انا واخي يعني على مود نسوي تحليل لمشكلة او معضلة صحية ما، فتفاجئنا بانه قالوا بعد ربع ساعة تحصلون على النتائج. فاني سأل السؤال قلت يعني معقول احنا بالعراق عندنا هيك يعني تطور طبي مختبرات طبية تعطينا نتيجة خلال ربع ساعة؟ فظليت لانه انا صحفي فيعني ظليت في شكوك، فاتصلت باكثر من صديق اللي هم يشتغلون نفس المجال، اصدقاء يعني تعرفين ما بيناتنا رسميات او شيء، فكون صدق حاضر. فقلت له فلان يعني انا طلعت النتيجه مال اخوي خلال ربع ساعه. قال لي هاي اكو كتات يسموها، كتات جاهزه يحطوها باجهزه الاختبار ويكتب ارقام من يمه اللي هو ابو المختبر، يكتب لك ارقام مقاربة للحالة النموذجية، مثلا الإدرار يخفض درجة، نسبة الدم يصعدها درجة، ويكتب لك على ضوء هاي النتائج أنه تروح لفلان مختبر أو فلان صيدلية أو فلان دكتور هو اللي عنده العلاج، وكأنما يدزك إلى فلان شركة معينة أو دكتور معين حتى يبتزك فقط لأجل الابتزاز. بالتالي النتائج مو صحيحة، الاختبار مو صحيح، ما راح نوصل لحالة الاستشفاء التام، وبالتالي انت خسران فلوس وما واصل لحالة الاستشفاء. الحل انه يعني موضوع الرقابة، موضوع انه يعني كل مختبر ما يحصل على الرخصة لمزاولة هذا العمل المعين الا انه يخضع للجهاز القياس والسيطرة النوعية، ادواته، كتاته، مختبراته، مجاهره، الادوات لفحص الدم او غيرها، يعني يجب ان تخضع لرقابة من وزارة الصحة. مو الموضوع يعني مو سائب الموضوع، جيب مختبر وجيب مشهورة بالسوشيال ميديا تعلن إعلان وجيب اللي ما أدري شنو، بالتالي إحنا ما محصلين على موضوع الاستشفاء. المختبرات الحكومية والمختبرات الأهلية تعاني هواي من إهمال، فإن الحكومي مرات الشخص من يروح مثلا الدكتور أو يفرض أنه تكون أنه هذا المختبر الأهلي أنه هو لازم هو يروح له، فإنه تكون النسبة متفاوتة ومتراوحة، فإنه يعني إذا شخص ما عنده فلوس أو ما عنده إمكانية مو يروح المختبرات الأهلية، فلازم أنه على الحكومة أنه توفر لنا هذا الشيء في المستشفيات، فلازم أنه توفر مثلا أنه مال مفراس، مثلا توفر مال الوراثة، توفر هواي أشياء، أي فإنه تعاني من الإهمال هم من الأهلية وهم من الحكومية.